يعني اليوم ساكن تونس تلقينا نبأ فاجعة اغتيال أخونا طارق عز الدين موجة الكلب ونور العيون الذي ارتارته يد الغدر الجبانة صباح هذا اليوم قبل صلاة الفجر وهو على مصلاه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طارق عز الدين هو مشروع شهادة منذ نعومة أظهاره، منذ كان مطاردا في الانتفاضة الثانية واعتقل 4 مرات وطرد في اجتياح مدينة جنين، قد اعتقل آخر اعتقال تم الحكم عليه بالمؤبد 20 عام، ثم خرج في 2011 في صفقة وفاء الأحرار وأبعد إلى غزة، وكان مطاردا وكان أسيرا وكان يعني مبعدا ومن ثم شهيدا، اختاره الله تبارك وتعالى وأكرمه بالشهادة. قدم الكثير من نفسه وجهده لأهل بلده ولوطنه ولأمته، كان لا يعيش لنفسه، كان يعيش لغيره، لأمته لم يكل ولا يمل في مقاومة المحتل، كان صادقا وكان مخلصا لوطنه ولأسرى وللأسرى، لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى، ولهذا كان شوقا في حلق الأعداء تم اغتياله في هذا اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون.